بعد أداء صلاة العيد في مسجد المشير توجه الرئيس للاحتفال في مركز المنارة، ودي شعائر أداء سيادة الرئيس لصلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي. خليني أقول لك كمان إنه النهاردة كان في حالة من الاحتفاء الشديد، مش بس بالأطفال وأسر الشهداء، بس احتفاء بالحالة اللي حصلت على مدار شهر رمضان المبارك والحالة الوطنية. كان شهر رمضان كعادته دائما هو منصة أو وقت مهم جدا لأنه الأعمال الدرامية ترجع تستعيد مكانتها. حصل ده قوي السنة دي، لكن السنة دي كانت فرصة كمان للأعمال الدرامية الوطنية للسنة الثالثة على التوالي، يعني أنه الأعمال الوطنية تحظى بهذا القدر من الاهتمام. بالمناسبة دي عادتنا برضو من زمان جدا، الأعمال الوطنية بتلقى قبول حقيقي عند المصريين. النهارده الرئيس عمل تكريم خاص لأبطال مسلسلي الاختيار والعائدون، وأعتقد أنه كان توقيت مميز جدا لأسباب كتير هقول لك واحد منهم. أولا الحضور في الحفلة دي هم أبناء وأسر الشهداء، هم أكتر ناس في بلدك دفعوا تمن أمانك النهاردة، وانت بتصلي النهاردة في ساحات الشوارع المصرية وشكل الناس الآمنين، أكتر ناس دفعت التمن هم اللي كانوا موجودين النهاردة بيحتفلوا مع الرئيس. فبطبيعة الحال لما بتحتفي بالأعمال الوطنية اللي وثقت واللي سجلت واللي حكت لنا تاني قصة هذه البطولات وتلك التضحيات، يبقى ده كلام منطقي. والجمهور اللي موجود في الحفلة النهاردة كان جمهور مهتم جدا بهؤلاء الأبطال، مش بس الأبطال اللي مثلوا الشخصيات لكن الأبطال الحقيقيين اللي موجودين في القاعة. النهاردة كلمة سيادة الرئيس احتفاء بيهم كانت كلمة قصيرة ومقتضبة وكانت مهمة جدا. تعالوا نشوف جزء منها ونكمل كلام. شفتوا قد إيه عمل درامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار، انتوا ما تعرفوش انتوا عملتوا ايه في، مش عايز اتكلم عشان بس ده عيد، لكن الدنيا واللي هم، طب تصدقوا بالله حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين إن إحنا لآخر لحظة ما يحصلش صدام، لا قلنا فيه عزل رئيس ولا قلنا فيه مش عارف جماعة إرهابية ولا أي حاجة. حتى البيان اتكتب، بس يمكن كتير مننا ما ياخدش باله. أنا بقول الكلام ده دلوقتي لكم لأن كتير من الناس ما كانوش مصدقين ان انا مستعد لاجل خاطر الحقيقه والصدق والامانه ان ما تتشوهش القيمه الكبيره اللي عملها المصريين في 2013. حاولنا كتير قوي ان احنا نحل المساله من غير مواجهة أو صدام، لكن للأسف الادعاء والتشويه والشائعات حتى دلوقتي محدش عايز يفكر يقول يا ترى اللي اتقال ده كان حقيقة ولا حتى نص حقيقة. أبدا، الكل يعني ربنا يكفينا أهل الشر. وبقول للمصريين كل سنة وانتوا طيبين، وخلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من بلدكم. والكلام ده ما كانش ممكن حد يقبل في موضعي في مكاني انه يتعامل وهو موجود، بس انا قلت عشان كل كلمة وكل موقف ما يبقاش في كذبة واحدة، ما يبقاش في كذبة واحدة. إن المرء لا يصدق
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فاهمين كلامي؟ المسلسل ده أنا طبعا في يعني مشاهد لأجهزة الأمن واللي عملته ده حجمه قليل من جهد عمل في أصعب وقت، وما زلنا لغاية دلوقتي.